تصعيد ضد القوات الباكستانية أو ضد القوات الدولية الناتو في إسلام أباد؟ بداية كل عام والمشاهدين بخير. بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة نفذت حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة التي تنتشر في المناطق القبلية المحاذية لمدينة بيشاور تحديدا سلسلة من الهجمات التي استهدفت قوافل الإمدادات التي تتبع قوات الناتو. هذا الهجوم هو يأتي بعد هجوم الأمس والذي أسفر كذلك عن تدمير ما لا يقل عن 160 مركبة وناقلة جند وعربات همفي تعود لقوات التحالف وتحديدا قوات الناتو المنتشرة في أفغانستان. المراقبون هنا يعتقدون أن حركة طالبان باكستان تحديدا من ناحية تريد إبدال رسالة قوية والتأكيد على أن تهديداتها لا تزال قائمة، لأنها ستقوم بقطع طرق الإمدادات لقوات الناتو، وأيضا هي تحاول تخفيف الضغط على حركة طالبان باكستان في القطاعات القبلية التي تشهد عمليات يقوم بها الجيش الباكستاني. نعم. ناحية أخرى هذه الهجمات تدل على أن الأجهزة الأمنية الباكستانية تعاني إنجاز أن نصل بحالة من العجز والتقصير لمواجهة التهديد الذي باتت تشكله حركة طالبان باكستان وقيامها بقطع الإمدادات على قوات الناتو، خاصة وأن هذا الممر القبلي يزود ما نسبته ب 75% من إمدادات القوات المتحالفة أفغانستان من الإمدادات الوقود والعتاد التي تمر على هذا الخط تحديدا. ولكن عبد الرحمن، هل القوات الباكستانية هي المسؤولة عن حماية تلك الإمدادات؟ هناك شركات متعهدة تقوم ب نقل هذه الشحنات ابتداء من ميناء كراتشي ثم مرورا بمدينة بيشاور حيث يتم إعادة شحن هذه الشحنات وتزويدها بالوقود وإجراء بعض الإجراءات الأخرى التي تتعلق بنقلها إلى أفغانستان لاستكمال الرحلة. هناك شركات خاصة تقوم بحماية هذه المرافق وهذه المواقف. الجيش الباكستاني ليس معنيا بحمايتها، وإن كان في الآونة الأخيرة الجيش وقوات درك كانت تقوم بتسيير دوريات مسانده لشركات الحمايه في تسيير هذه القوافل عبر ممر خيبر، لكن هناك تغيير في تكتيك الجماعات المسلحه في استهداف هذه القوافل وهذه المواقف، حيث يتم الان استهدافها في مواقفها وفي مناطق تجمعها بدل من استهدافها على طرق الإمداد وعبر ممر خيبر القبلي. عبد الرحمن، عبد الرحمن، هل يمكن الربط بين ما تشهده منطقة بيشاور والمناطق القبلية الباكستانية مع الأحداث التي وقعت في بومباي قبل أسابيع من الآن؟ لا أعتقد أن هناك صلة بما يجري في مناطق القبائل وتحديدا في مدينة بيشاور وقطع الإمدادات على قوات الناتو. دعني أصيغ السؤال بصياغة أخرى. باكستان أو إسلام أباد هددت أكثر من مرة بأنها ستسحب قواتها من المناطق الحدودية إلى الحدود مع الهند، هل لذلك علاقة بهذا الموضوع؟ لا يوجد علاقة بهذا الموضوع. باكستان حتى هذه اللحظة وباعتراف المسؤولين الأمريكيين لا تزال مستمرة في التزاماتها، ولا تزال قوات الجيش الباكستانية منتشرة وتشن عمليات بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق القبلية. ربما يمكن أن نربط هذا الحادث بالخطة التي تنوي ألقيها الولايات المتحدة فيه من خلالها نشر المزيد من تعزيزات القوات الأمريكية خلال العام المقبل. هناك أنباء عن مساعي تبذلها الإدارة الأمريكية لنشر نحو 20,000 جندي أمريكي إضافي حول مدينة كابول تحديدا العاصمة الأفغانية. ربما حركة طالبان باكستان وكخطوة استباقية تريد تعطيل هذه الخطة وجعل هذا الامر ربما صعب التحقيق على الاقل على المدى البعيد فيما لو استمرت هذه الهجمات بنفس هذه الوتيره وبنفس هذه الجرأة ان انجاز ان نسميها. نعم، عبد الرحمن المزيني مراسل العربيه كنت معنا من اسلام اباد، شكرا جزيلا لك.